لا يخلو العراق من مواقف إنسانية تعكس غيرة العراقي على مواطنيه من أبناء بلده، والأمثلة كثيرة لا تعد ولا تحصى وتؤكد الجانب المشرق. هذه المرة انتشر مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي لمنتسب من قوات حماية المنشآت ومن داخل إحدى المدارس، وهذا هو المنتسب أثناء قيامه بصيانة وتصليح المقاعد المدرسية المتهالكة أو الرحلات المدرسية الخشبية كما نسميها إن صح التعبير، تطوعا منه وعطفا على الطلبة الذين يجلسون على تلك المقاعد المهملة. وبما أن هذا الواقع ينعكس على معظم المدارس العراقية التي تحتاج إلى اهتمام والتفاتة، فقد أثارت هذه المبادرة إعجاب الكثيرين ممن تداولوا مقطع الفيديو أو شاركوه أو علقوا عليه. لنتابع هذا المنتسب في حماية المنشآت كيف بادر إلى إصلاح تلك المقاعد الدراسية وما الذي دفعه إلى ذلك التطوع. السلام عليكم. شلونك عينك؟ شلون صحتك؟ ما أعرف أشوان يوميا أشوفك أنت تصلح رحلات. نعم. أنت شنو عن بأجر جايبيك تشتغل رحلات لو أنت أحد الأخوة الحراس هنا؟ نعم. أنت أحد الأخوة الحراس؟ نعم. شرطة منشآت. شو اشوفك تصلح رحلات، مسؤوليتك هذه؟ لا والله بس دافع انساني على الطلاب، دافع انساني عم الطلاب يقعدون بيها، لان ما حيصلح هو. لازم واحد يعني يساعد الطلاب، يعني يساعد كل شيء يساعد، مو بس رحلات. بس نصلحها على مود يقعدون بيها الطلاب. يعني انا شفت حتى جماعه، يعني خليني احكيها بصراحه. نعم. مرافقات الصحيه من جوا خطايا الحراس هم بدلوها. نعم. اللي اذا عندهم واحد مثلا كان يشتغل خلفه، نعم. جاب مثلا مقاعد بدلها. أيه. على حسابه، جاب مواد. نعم. انشائيه بدلهن على حسابه. اشوفك انت خطيه يعني. نعم. على استراحتك يومية تروح الرحلات وتصلح بيه. هذا بيتنا. ها المدرسه بيتنا. هذا بيتنا. اي لازم ندافع عليه. ما شلون شعورك؟ اي والله هذا بيتنا صراحه. ايه؟ فكل شيء هنا عندنا. ما بقى شعور الحرامات، كربايات، رحلات، صبورات، كل شيء عندنا. يعني لما طبينا هذا بيتنا هذا. يعني هاي رحمه من الله. الحمد لله شكرا. اللي سوتوا هنا الحراس على مود تديمون المدرسه. الحمد لله. ليش الحكومه فقيره؟ والله مو فقيره. فلوسنا وين العام؟ احنا قاعدين نساعد الطلاب ونساعد الاهالي ونساعد الاهالي. يعني انا بسالك سؤال واحد استاذ علي. نعم. يعني هي هاي رحله يقول عليها طالب؟ هاي رحله يقول عليها طالب؟ والله هاي رحله يقول عليها طالب. احنا قلناها. هي رحله يقول عليها طالب. هذا شو سوى؟ حتى المدير، حتى المديره قاعد يسوي كتب. سوت اي شيء سوت؟ ماكو فايده. المديره ما بيديها حل. تكتب اداريات وهم يجيبوها المفروض. المشكله هي هاي رحله والله اخوان وياي بلا زحمه عليكم، هي هذه رحله، هذه هو المسؤول او الوزير او وزير التربيه ابنه يقعد على هاي الرحله. يعني انتم جايين للعلم لو جايين ضد العلم، احنا شلون راح نبني بلد استاذ علي؟ نعم. لما الاخ استاذ علي هو رجل حارس، يعني انا مو شغلته يوميه العصريه كامل شاكوش ابو سميره يصلح رحلات. نعم. واجبك عمي هذا؟ والله مو واجب بس دفع انساني. خلي يسمع، خلي يسمع السيد وزير التربيه. مو احنا، مو كل مواطن عراقي. دافع انساني، لازم نساعد، اذا ما نساعد شو تسوي العدل؟ انت تقول اعتبر ابني او بنتي داوم هنا. نعم 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 بالضبط. بس نعم. العراق مو فقير، احنا المفروض ساعدنا مدارس فتح 15 طابق. أيه. نعم. وعلى اعلى المستويات. نعم. نعم. وبفلوسنا. بالله. بفلوسنا. أيه. ما متبن يعني ما متفضلين هم علينا. يحتاج العراق إلى أكثر من 12 ألف مدرسة جديدة وعشرات الألاف من القاعات الدراسية بما تحتويها من مقاعد وسبورات ومختبرات علمية وغيرها الكثير ليتم تقويم النظام التعليمي المتراجع والمتهالك. وحتى الآن يتطوع الناس لبناء مدارس أو بالتبرع بقطعة أرض لبناء مدرسة عليها أو مثل هذه المبادرة، وعلى الأقل صيانة المقاعد مثلا كما شاهدنا في مقطع الفيديو هذا ضمن مبادرات تطوعية يشيد بها المطلع على تلك التبرعات دون مقابل. وبلا شك فقد انهالت التعليقات والتغريدات ردا على مبادرة هذا المنتسب بارك الله فيه، وتتضمن الثناء والتقدير والشكر. اخترنا لكم بعضا من تلك التعليقات وردود الأفعال، وهنا تعليق لأجنادين الحيدر. تقول أجنادين في تعليقها: لو مكمل الشارع واصل بقية المدارس وتحديدا الابتدائية وتشوف الضيم مدرسة آيلة للسقوط، وكل فترة يوقع قطعة من السقف لو الحياطين غيرها وغيرها، وكل عطلة نجمع ونسوي تصليحات لأن ما تصلح تكون أو لا ما تصلح تكون مكان للتلاميذ. وهذا الحارس الله ينطي العافية. تعليق من سيف أيضا، سيف البحر، يقول:
إن شاء الله على هاي الجهود المبذولة راح تصير إجازات القوات الأمنية 3 وجبات، يعني 4 بـ7. خوش مكرمة من الدولة. تعليق آخر أيضا من سجاد، يقول سجاد فاضل: كثر الله من أمثالك أيها الطيب، لو كل منا يأخذ على عاتق المسؤولية لما وصلنا إلى ما نحن عليه. تعليق آخر من أنفال يقول أو تقول أنفال: الله يبارك بيك ويكثر من أمثاله. إحنا مديرة المدرسة جابت عمال وصلحوا كل الرحلات المكسورة وعلى حسابها الخاص، ربي يكثر من أمثالهم.